ممكن يكون ديفلي واركان كان هدف اساسي من الاهداف ان هم يخلوا يستهدفوا مدينه 6 اكتوبر؟ اكيد طبعا. لا ما اعتقدش اتسميت بهذا الاسم عشان الحرب قامت فيها. امال عشان ايه؟ هو ممكن يكون اسمها كده قبل الحرب اصلا. الجيش بتاعنا كان صايم وقت ما كان بيحارب اكيد طبعا اكيد يعني طيب. انت كمان هتصوم يوم 6 اكتوبر؟ طبعا. هتتسحر فين النهارده؟ هتسحر في بيتنا مع العيله بقى وكده. هتصوم انت كمان يوم 6 اكتوبر؟ ان شاء الله. هتتسحر فين طيب؟ سحر في البيت. سحر في البيت. قسم تاريخ. اه. هتصوم انت كمان يوم 6 اكتوبر؟ باذن الله. هتتسحر فين طيب؟ في الحسين ان شاء الله. هتسحر مع اهلك ولا اصحابك؟ لا صحابي. هتصلي فين صلاه 6 اكتوبر؟ سيد عائشة إن شاء الله. صلاة 6 أكتوبر ممكن أصليها في الجامع الكبير اللي عندنا في شبرا الخيمة، جامع التقوى. مواظب عليها كل سنة؟ أكيد طبعا طبعا. فاكر ممكن يكون تيفلي وأركان كان هدف أساسي من الأهداف إن هم يخلوا يستهدفوا مدينة 6 أكتوبر؟ أكيد طبعا. لا ما أعتقدش اتسميت بهذا الاسم عشان الحرب قامت فيها. أمال عشان إيه؟ مرحبا بكم أيها السادة المشاهدون من جديد. بعد العودة من هذا الفيديو، ما تعليقكم دكتور سعيد على مثل هذه اللقطات الغريبة؟ إن شاء الله ما تعملوهناش هنا، لأن عندنا إحنا بلاوي من هالنوع يعني. مثل ماذا؟ زي اللي قال لنا يحكي على الجهاد، قال من ضمنهم استشهد تناه يعني. استشهد تناه؟ حتى هو استشهد يعني. إحنا عندنا رغم من هلا، وهذه من أوهام الشارع. هو مسرح. لما وهو حتى الإعلاميين مرات يعملوا فيها كيف متعودين إحنا على التلقين، يجيك الإعلامي يسألك سؤال ويبيك تجاوب من السؤال من خلال السؤال اللي سأله، يفرض عليك الإجابة. يفرض عليك الإجابة يعني. هذه من الملوثات الإعلامية. ملوثات الإعلامية. هنا يأتي دور.